كثيرا ما نسمع بفقر الدم الأنيميا الناجم عن نقص الحديد خاصة بين النساء في فترة البلوغ، ونسمع أيضا عن علاجات عديدة سواء وريدية أو عن طريق فموية عن طريق الحبوب والكبسولات. لكن ما مدى صحة هذه العلاجات؟ ما مدى فاعليتها؟ كيف يتم التشخيص لفقر الدم؟ هل هو حالة طبية قد تكون مستمرة أم هي مؤقتة في دائم الحالات؟ سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة غدير عابدين، استشارية أمراض دم وأورام. حياك الله معنا دكتورة غدير. أهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا على الاستضافة. دكتورة غدير، أنت استشارية أمراض دم وأورام، لكن لما تحدثت معك لتنسيق الحلقة قلت لي رح أحكي عن فقر الدم. نعم. شو سبب اختيارك؟ لأنه أنا سألتك شو أكثر الحالات الشائعة قلت لي فقر الدم. هلأ صراحة فقر الدم هو أكثر الأمراض الدم شيوعاً في العالم. نعم. يعتبر من أكثر المشكلات الطبية اللي بتواجه الأطباء، اللي الأطباء سواء طبيب الأسرة، طبيب الدم والأورام، طبيب العام بيواجهها في عيادته. فهو أكثر المشكلات الطبية اللي بيواجهها، وهم فئة محددة عادة تصاب. الفئة المستهدفة من هذا المرض هو عادة النساء، وخصوصا النساء الحوامل والأطفال. طيب دكتورة، شو سبب الانتشار؟ كثيرا ما نسمع بأنه شخص راح فحص لقي عنده فقر دم، لكن مثلا مستوى الحديد مرتفع أو عنده الدم مستواه جيد ولا يوجد لديه فقر دم، بالمقابل عنده متدني مستوى الحديد، رغم أنه إحنا نخلط دائما. نعم بالضبط، هناك فرق بين الأنيميا أو فقر الدم، وهناك فرق بين فقر الدم الناتج عن عظيم الحديد. دعينا نوضحه للمشاهد. يعني في عنا هلأ فقر الدم له أسباب كثيرة، واحدة من الأسباب هو نقص الحديد. خلينا أول إشي نعرف إيش هو فقر الدم. نعم. فقر الدم هو عبارة عن نزول أو انخفاض في خلايا الدم الحمراء اللي عادة بتكون موجود فيها صبغة الهيموغلوبين. نعم. صبغة الهيموغلوبين اللي هو المكداس الدم اللي بنحكي له الهيموغلوبين. نعم. اللي هو هاي الصبغة المسؤولة عن أخذ الأكسجين وتوزيعه لجميع أنحاء الجسم، بالتالي يساعد كل أعضاء الجسم على القيام بوظيفته، بالتالي إحنا عايشين على وجود الأكسجين في جسمنا اللي بيحمله صبغة الهيموغلوبين اللي بتحتوي على بروتين وبتحتوي على حديد. نعم. الموجودة خلايا الدم الحمراء. ففقر الدم واحد من أنواعه هو نتيجة نقص الحديد. أحد أنواعه الثانية، لأنه إحنا الهيموغلوبين عادة في مواد تساعد في تكوينه، منها الحديد، منها الفيتامين B12، منها الفوليك أسيد. نعم. فالأنيميا ممكن تكون ناتجة عن نقص الفوليك أسيد، ممكن تكون ناتجة عن نقص الحديد، ممكن تكون ناتجة عن نقص فيتامين B12. يعني عدة أسباب، مو عدة بس نقص أسباب. حديد هاي نوع من أنواع الأنيميا. هلأ في أنواع أنيميا ثانية. نعم. ناتجة عن تكسر الخلايا الدم الحمراء نتيجة وجود شغلة مناعية أو مكتسبة، وجود فقر الدم المنجلي اللي هو وراثي، وجود الثلاسيميا، كلها تؤدي والانحلالي والناجم عن الأمراض المزمنة وأمراض نخاع العظم. طبعا كلها هاي تسمى فقر الدم. هلأ فقر الدم ممكن يكون مصاحبه زي ما حكيتي اعتلال في نخاع العظم، ولكن عادة بيرافقه انخفاض في خلايا الدم البيضاء، انخفاض في الصفائح، وهذا بعرض الإنسان بالإضافة لفقر الدم وأعراضه اللي رح نحكي عنها رح يكون عنده كمان نزيف متكرر. نعم. بيكون عنده التهابات متكررة، حرارة متكررة. نعم. وفي نوع صراحة مهم من فقر الدم نتيجة الأمراض المزمنة، يعني الإنسان اللي عنده اعتلال شديد في عضلة القلب، اللي عنده روماتيزم شديد، اللي عنده فشل بالكلى، بيكون يرافقه فقر في الدم، ونتيجة هذا نتيجة الأمراض المزمنة. تخيلي دكتورة كم هو طيف واسع. نعم. فقر الدم. نعم. ونحن يخيل إلينا دائما بأن فقر الدم هو ناجم فقط عن نقص الحديد، لذلك كل ما خيل إلينا بأنه اشتبهنا أنه عنا أعراض فقر دم نروح نفحص قوة الدم وتركيز الحديد في الجسم. وصراحة هذا غلط جدا، لأنه لما نشخص المريض بفقر الدم في أنواع كتير من الفحوصات لازم نعملها. هل هذه الأنواع دكتورة جميعها لديها أعراض واضحة وواحدة؟ أم لكل منها ما يتكيف معها من الأعراض؟ هلا طبعا في أعراض عامة لفقر الدم خلينا نحكي عنها، يعني الإنسان اللي بيكون عنده فقر دم يعني نسبة الهيموغلوبين أقل من 9 أو أقل من 8، الأعراض العادة العامة هي وجود إرهاق عام، تعب،
صداع، عدم القدرة على التركيز، الإنسان بيكون غير قادر على القيام بواجباته بأعماله المنزلية نتيجة انخفاض نسبة الدم. نعم. بيكون عنده صداع، خفقان بالقلب. نعم. ممكن يصير عنده ضيق في التنفس، لأن دكتورة مسؤول عن نقل الأكسجين طبعاً، كما ذكرت من الرئتين للجسم. وإذا صار نزيف حاد ممكن يصير هبوط في الدورة الدموية، هبوط حاد في ضغط الدم، فبنضطر ندخل المريض ونعطيه الدم الملاسب. نعم. له دكتورة، من الأكثر خطورة بالنسبة لكم أنتم كأطباء عند التشخيص؟ لما يجيكم شخص مثلا تعرض لنزيف حاد، سواء مثلا امرأة بسبب ولادة، رجل بسبب حادث سير، أم شخص يتعرض لفقر الدم وانخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم منذ أشهر طويلة ولم يتم اكتشافه؟ طبعا في فرق في إشي إحنا بنسميه أنيميا مزمنة وأنيميا حادة. نعم. الأنيميا الحادة هي عادة تحتاج لدخول مستشفى، بيكون سببها يا إما نزيف نتيجة نزيف من الجهاز الهضمي، نزيف من الجهاز البولي، أو نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم من حادث معين. هاي طبعا بتكون أعراض بسموها أعراض حادة، بحاجة لدخول، بحاجة لإعطاء دم. وفي أنيميا مزمنة نتيجة نزيف بسيط بجهاز الجهاز الهضمي العلوي أو الجهاز الهضمي السفلي، وهلأ يعني في أشياء مهمة لازم نعملها، أو بتكون السيدة نتيجة وجود غزارة في الدورة. نعم. دورة الطمث. نعم. فهي عادة بتكون عادة مزمنة، ولكن إذا تم يعني صار في نزيف شديد بتصير حادة. لا قدر الله قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. طبعا قد تؤدي في بعض الحالات، خصوصا إذا كان الإنسان كبير بالعمر ما عالجها صح، قد تؤدي إلى الوفاة. إذا كان كبير بالعمر وكان لديه نزيف خفي بسبب مثلا لحميات قولون أو قرحة معدة، دكتورة هل هذا مؤشر خطر؟ ممكن فعلا يكون مصاب بفقر الدم هو غير عارف، أو مثلا عنده مشكلة فقر دم، عانى من مشاكل زي ما قلتي له خفقان القلب، راح لطبيب القلب يفحص له قال له انت ما عندك مشكله، مشكلتك بفقر الدم، او مثلا هل ممكن ان تزيد من تصلب الشرايين مثلا فقر الدم؟ طبعا احنا زي ما حكيت الخلايا الدم الحمراء مسؤوله عن نقل الاكسجين، وبالتالي عضله القلب تحتاج لكميه اكسجين معينه، فاذا كان الهيموغلوبين اقل من 9 هذا بيؤثر على عضله القلب، بصير المريض معرض للاصابه بجلطات في القلب، بصير معرض للاصابه بقصور في عضله القلب. ودائما بالرجال في وجود فقر الدم خصوصا الناتج عن نقص الحديد في له فحوصات معينه يجب ان نعملها، يعني لازم نعرف شو سبب نقص الحديد، اذا ما يعني ممكن يكون سبب في نزيف في الجهاز الهضمي نتيجه وجود قرحه في الجهاز الهضمي. نعم. نتيجه وجود اورام او نتيجه وجود لحميات في الجهاز الهضمي. نعم. ففي السيدات اللي انقطعت عندهم الدوره الشهريه يعني بعد سن الامل، او الرجال اللي عندهم فقر دم نتيجة الحديد، في لهم فحوصات معينة بنركز فيها على الجهاز الهضمي، نعرف إيش هو السبب لفقر الدم اللي هو ناتج عن الحديد. نعم. إذا كانت المرأة حامل هل من الطبيعي أن يكون مستوى الحديد عندها منخفض؟ هلأ المرأة الحامل صراحة وجود فقر الدم لازم كنا نحكي أنه يؤثر على يسبب الإجهاض، يؤثر على نمو الجنين، ممكن الجنين يكون وزنه قليل. بتعرف السيدة في جنين في بطنها بحاجة إلى زيادة في نسبة الحديد، في زيادة في الفوليك أسيد. نعم. فعادة بتكون إذا ما اهتمت بالتغذية، ما أخذت الفيتامينات المناسبة، ما أخذت الغذاء المناسب المتوازن الذي يحتوي على الحديد، بتكون معرضة أكثر من غيرها لأنها يصير عندها فقر في الدم نتيجة نقصان الحديد. إذن لماذا دكتورة من توصياتكم وتحذيراتكم الطبية للمرأة في بداية الحمل، في الثلث الأول من الحمل، بأن لا تتناولي فيتامينات أو مثلا مكملات الحديد؟ شو السبب دكتورة؟ هل ممكن أن يأتي بنتائج عكسية؟ هلأ طبعا هلأ إحنا زي ما حكينا في أسباب كثيرة للأنيميا أو لفقر الدم، منها الحديد ومنها مثلا الفوليك أسيد، منها. نعم. فيتامين بي 12. فإحنا مرات للأسف بعض الأطباء بس لما يشوفوا مثلا دم الست أو دم الرجال 8 بيعطوا حبوب. صحيح. وليس هذا غلط، إحنا الفقر الدم عبارة عن نقص هيموغلوبين، بدنا نعرف سببه. عظيم. نوصل للتشخيص، وبعد التشخيص ناخذ العلاج. زي ما حكينا ممكن يكون نقص حديد، نقص فيتامين بي 12،
ممكن يكون مرض كامن، هو بنهاية منجلي. عرض لمرض ممكن بالضبط عرض لمرض مزمن زي ما حكيت روماتيزم قصور كلوي. يعني مشان هيك كمان كل إنسان لازم يعمل تعداد اللي بسميه CBC، تعداد لنسبة الدم الهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء كريات الدم البيضاء الصفائح كل 6 أشهر بعد سن 30. وبالحوامل طبعا لازم تقريبا كل شهرين أو 3 نعمل فحص CBC. هل هذه الفحوصات CBC دكتورة ممكن أن تعطي نتائج غير موثوقة بالنسبة للأشخاص المدخنين؟ هلا طبعا المدخنين بيكون عادة نسبة الهيموغلوبين عنده عالي نتيجة نقص الأكسجين، فلما ينقص الأكسجين فالنخاع العظم كتعويض عن نقصان الأكسجين بيرفع نسبة الهيموغلوبين مشان ياخد كميات أكبر من الأكسجين، فبنلاقي دمه ممكن يوصل 16 و17. فإذا كان السبب معروف اللي هو تدخين ننصح المدخن إنه يقوم بالتبرع بالدم. نعم دكتورة، من ضمن الفحوصات التشخيصية هي خزعة من نخاع العظم، نادرا ما تقدمون عليها، لكن متى تقدمون عليها؟ نعم عادة طبعا بنقدم عليها إذا تم فحص الخلايا، عادة بنعمل بلط فيلم إذا شكينا بوجود خلايا سرطانية، إذا شكينا بوجود إذا لقينا في نقص في الصفائح شديد. نعم. نقص في المناعة يجب أن نعمل خزعة نخاع العظم، نعرف إذا في خلايا مش طبيعية، إذا كان في كسل في نخاع العظم. نعم. أو نخر المالتيبل مايلوما، نخر في العظم، أو وجود لا سمح الله اللوكيميا المزمنة. نعم. أو اللوكيميا الحاد. قلت اللوكيميا ونسمع بأنه هنالك علاقة ما بين فقر الدم المزمن والإصابة باللوكيميا، هذه خرافة شعبية أم حقيقة علمية دكتور؟ لا، هو اللوكيميا سواء المزمنة أو الحادة تؤدي إلى نقص في اللوكيميا هي التي تؤدي إلى فقر الدم، وليس فقر الدم الذي يؤدي إلى اللوكيميا. لا بالعكس، اللوكيميا نتيجة إصابة نخاع العظم بتقضي على الخلايا الدم الحمراء، بتبطل قادرة تنتج الهيموغلوبين، وبالتالي بصير أنيميا، بصير نقص في الصفائح، بصير نقص في خلايا الدم البيضاء، بصير الإنسان معرض زي ما حكينا لفقر الدم المزمن أو الحاد حسب نوع اللوكيميا. نعم. بصير عنده أمراض نزفية، بصير عنده التهابات متكررة وحرارة. دكتورة، قوة الدم المطلوبة والتي تكون في مستوياتها الطبيعية بالنسبة، نأتي على الفئات العمرية، الأطفال النساء والرجال والمسنين كبار السن. هلأ عادة إحنا بنقبل بين 12-14 للرجال للسيدات، و14 ل16 للرجال بيكون أعلى نسبة، 12-14 للسيدات و14 ل16 للرجال، هذا دائما بنقبله. وفي شغله مهمه انه احنا ثلث سكان العالم صراحه مصابين بالانيميا. نعم. ثلث سكان العالم اللي هم عاده يا اما الاطفال يا اما النساء وخاصه الحوامل. الأطفال دكتورة كم مستوى معدل الدم الطبيعي قوته؟ مستوى طبيعي عادة من 11-13. وكبار السن؟ كبار السن بيعتمد على العمر، إحنا إذا كبار السن فوق 80 ممكن نقبل دمه يكون 11-12 تقريبا، ولكن المعدل الطبيعي يعني إحنا مش فقط ندرق بس منطلع على الهيموغلوبين، نطلع على أشياء تانية زي ما حكينا بالسي بي سي أو بتعداد الدم، فكل هالصورة بتكون مش فقط الهيموغلوبين، نطلع على الوايت بي سي صورة شاملة وفحوصات خصوصا متعددة. بكبار العمر، لأنه إحنا بكبار العمر بيهمنا، بتعرف بيهمنا اللوكيميا، بيهمنا الكسل النخاع العظم. نعم. بيهمنا نخر العظم من دائما بندور عليه، فبنطلع على الهيموغلوبين، بنطلع على كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء والصفائح. نأتي الآن دكتورة على العلاجات. نعم. نسمع بالعلاجات الوريدية بأنها قد تسبب حساسية مفرطة تجاهها، لذلك تم ابتكار عقاقير وأدوية يمكن تناولها والتعويض عن الحقن. نعم صحيح دكتورة. نعم. أم الحقن لا مجال للتعويض عنها والاستبدالها؟ هلأ إحنا لو فرضنا شخصنا المريض بفقر الدم الناتج على الحديد. نعم. يعني وعرفنا عملنا نسبة مخزون الحديد، نسبة الحديد في الدم وفحوصات أخرى، اطلعنا على البلد فيلم وشخصنا فقر الدم الناتج على الحديد، شو هو العلاج؟ هلأ العلاج أول إشي بدك تعرفي شو السبب نقص الحديد، هل هو
نزيف في المعدة، هل هو لحميات بالقولون، هل هو ورم بالقولون، لازم معرفة سبب نقص الحديد. أو عند السيدات إذا كان السبب معروف، لو فرضنا الدورة الشديدة، بالتالي يجب علاج هذا الموضوع. هلا زي ما حكينا، من الشغلات المهمة إنه نعمل تنظير علوي وسفلي للجهاز الهضمي في بعض الناس اللي غير معروف السبب لنقص الحديد. هلا نيجي للعلاج. العلاج إذا السيدة أو الرجل بيقدر يأخذ حبوب حديد، أنا بنصح بحبوب الحديد مبدئياً. طب دكتورة يقولوا لها تسوي إمساك ومشاكل حبوب حمية. الحديد ممكن في بعض الأحيان تؤثر على المعدة، تعمل وجع بالمعدة. إحنا بنتناول كتير من الشاي بيأثر على امتصاص الحديد كتير، في زنك مثلاً. امتصاص الحديد دكتورة، أنا رح أترك المجال التغذوي للتغذويين، لكن فعلا الشاي ممكن يؤدي الى تدني مستويات او عدم امتصاص الحديد. عدم، هو لا يؤدي الى تدني، يعني عدم امتصاص، صعوبة في امتصاص الحديد بعد تناول الطعام ولا بشكل عام؟ بشكل عام الشعب العراقي مهووس في الشاي. بشكل عام الشاي من الاشياء اللي بتساعد على عدم امتصاص الحديد. صراحه يعني احنا يعني لانه علاج فقر الدم بده مده طويله من 6 اشهر لسنه، فإحنا مرات الناس بتستسهل إنه نأخذ إبر حديد. زمان كنا نعطي إبر حديد تؤدي إلى صراحة الحساسية وممكن تؤدي إلى الوفاة، ولكن مع تقدم العلم وتطور العلم صار في إبر بس بتعطيها، بس لازم كمان نحسبها صح، يعني بدك طبيب الدم يحسب قديش الكمية المناسبة اللي تناسب نسبة الهيموغلوبين هاي. حسب الوزن، حسب نسبة الدم نعطي الكمية الكافية مشان ما يتكرر فقر الدم نتيجة الحديد. إذن دكتورة فيها علاجات مباشرة؟ طبعا، وهذا العلاجات اللي تنعطى بالوريد ما بتعمل أبدا أي حساسية، بيأخذها الإنسان بكل سهولة بدون ما يعمل حساسية. وبالنسبة للأطفال دكتورة كيف يكون علاج فقر الدم؟ حتى بالأطفال، أطفال طبعا الحبوب بيكون أسهل، وهلأ صار فيه مثلا زي سيرب ساشيتس بتفتحي تشربيه بيكون أسهل للأطفال، وإله مطعمات يعني طعمها إجمالا هي مذاقاتها سيئة دكتورة. لا، في شغلات طبعا يمكن خاص بالأطفال صار في تطور. أنا دائما بالكبار اللي عندهم مشاكل بالمعدة مرات بحكي لهم خذوا بالوريد، بيكون حتى الانسان بتعرفي طبيعته ما بحب ياخذ كل يوم حبه او حتى حبتين، مرات بتحتاجي 3 حبات حديد، فبيكون ما بضله ياخذ كل يوم لمده طويله، بفضل ياخذ بالوريد. فالناس اللي انا بشوفهم مش راح يلتزموا بالدواء، بكون دايركت بروح لإبر الحديد اللي ما بتعمل حساسية. ويجب أن تعطى تحت إشراف طبي في أحد مراكز الطوارئ؟ طبعا، مراكز طوارئ، مستشفيات، حتى عيادات مهيئة ممكن تأخذ، لأنه زي ما حكيت لك الحساسية قلت كتير. زمان الإبر كانت تعمل حساسية، كانت تعمل تصبغات خاصة إذا انعطت بالعضل، لكن هلأ كلها استغنينا عنها. دكتورة غدير أنا شاكرة لك على هذا الحديث، إن شاء الله نكون قدمنا معلومات إن شاء الله هامة حول هذا الموضوع. كل شكر لوجودك معنا دكتورة غدير عبدين، استشارية أمراض الدم والأورام. حياك الله معنا في يوم في عوض. أهلا وسهلا.